احنا لسه النهاردة المحاضرة السابعة، النهاردة هناخد ال distribution. احنا ايه معلوماتنا عن ال distribution؟ يعني بالنسبة لنا ال distribution بيعتبر ازاي، او ايه هو تعريفه؟ حد عنده فكرة؟ توزيع، تمام. لا مش ديسبل، توزيع المستندات إلى الجهة المختصة، تمام. عبارة عن وثائق هتتوزع على مين؟ توزيع الملفات للمكان المناسب والشخص المفروض يرد على الحاجة، تمام. توزيع الصحيح لكل الورقيات على الجهات، بالظبط كده. تمام، سواء عن طريق الميل أو أي وسيلة تانية، بيكون لمراقب الوثائق حسب تعليمات الإدارة. توزيع على السيستم، توزيع، لا هي مش التوزيع على السيستم، هي بتبقى التوزيع للأشخاص المهتمة بالموضوع أو الأشخاص المعنية بالموضوع، الجهات المعنية بالظبط. توزيع آخر نسخة من الملف المعتمد للمهندس عن التنفيذ أو من يهمه الأمر على مدير المشروع. على مدير المشروع، ما هو مش شرط على مدير المشروع، ممكن على أي حد في المشروع، ممكن على أي طرف من أطراف المشروع المسؤول عنها، بالظبط كده. طيب تعريف الديستريبيوشن بيقول هو نظام بينظم ويدير ويوزع الوثائق المهمة على جميع الأطراف المعنية. ما ينفعش ده، يعني ده هنا حاجة، ده تعريف مختصر جدا وشامل جدا، ما ينفعش إن احنا نغفل اي كلمه فيه. اول حاجه هو بينظم، هو بينظم ان احنا ازاي نوزع الحاجه دي، ايه الطريقه اللي احنا هنوزعها دي. وبعدين بيدير، بيحاول ان هو يحط كنترول على البروسيس دي من اولها لاخرها علشان يديرها بشكل صحيح، وبيوزع الوثائق المهمه على جميع الاطراف، على جميع الاطراف بس، يعني انا كل حاجه بتجيني بديها لكل الستاف بتاع المشروع بتاعي، لا الاطراف المعنيه. واهم حاجه ان المعلومه اللي حضرتك بتبقى بتوزعها او الدوكيومنتس اللي انت بتوزعها، يبقى الشخص اللي هيستلمها يبقى معني بيها، يبقى مهتم بيها. ما ينفعش حد يبقى هو، انت بتوزع حاجه خاصه بالميكانيكال والناس اللي عندك وانت رايح توزعها لواحد مثلا في السيفل مثلا، هي معلومه بالنسبه له مش هتبقى مفيده، فساعتها هو هيبقى واخد الحاجه من غير اهتمام ومش عارف هو هيعمل بيها ايه، هيقول لك طب انا ايه الفيدباك بتاعي بتاع الحاجه دي، تمام. فمهم جدا ان احنا لما نوزع الحاجه تكون رايحه للشخص المعني الحاجه دي. طيب ان احنا من هنا بنقول كمان ان في حياه اي مشروع بيتم اجراء العديد من المراجعات والتحديثات. انا عندي طول ما انا موجوده في المشروع بتاع اي مشروع كونستراكشن بيبقى عندي دايما تحديثات على الدوكيومنتس موجوده عندي، ريفيجنز بتطلع. مهم جدا ان انا يبقى عندي مصفوفه او ان انا يبقى عندي سجل بكل الاشخاص اللي استلموا النسخ من الدوكيومنتس اللي عندي دي، علشان لما يحصل عليها ابديت ارجع تاني اديلهم النسخ دي تاني، ارجع اديلهم الابديت تاني من اول وجديد. لان ساعات بيلاقوا ان في مشاريع بتحصل عندهم مشاكل كبيره جدا، ان في مهندس من ديبارتمنت معينه ما خدش الابديت بتاع دروينج معينه، او ما خدش الابديت بتاع كالكوليشنز من قسم تاني او حاجه زي كده. فدي بتبقى مشكله دايما بتواجههم، ان هم مش قادرين ان هم يوزعوا الدوكيومنتس بتاعه الريفيجنز صحيحه زي ما وزعوا الدوكيومنتس الاصليه، تمام. فانا لما بيبقى عندي تحديثات للدوكيومنتس مهم جدا ان انا اعرف مين اخذ الدوكيومنت الاصليه الاولانيه اللي هي ريف زيرو، عشان اقدر لما يطلع لي ريف واحد او اتنين ان انا اقدر اوزعها على نفس الاشخاص دي. فعندي كمان ان انا اقدر ان انا اخزنها بطريقه صحيحه، وان انا اقدر اوصل لمين استلم المعلومه دي. احنا دايما بيبقى عندنا مشكله، احنا كدوكيومنت كنترول لازم يبقى عندنا اثبات ان الشخص ده استلم. ليه؟ اولا علشان ما يبقاش في ديبيت ما بينك وما بين الشخص ده ان هو استلم امتى. طب ما انا ممكن اقول ان انا استلمت، وممكن شخص يكون بينسى يقول لك انا ما استلمتش، ما شفتش منك حاجه خالص، انا ما استلمتش الحاجه دي. ممكن يقول لك لا انا استلمتها من امبارح بس، وهي مثلا تكون عنده من اسبوع. فايه الريفرنس اللي ما بينك وما بينه ان انت تخليه يمضي على حاجه ان هو استلم الحاجه دي في الوقت الفلاني، عشان يوم ما يجي يقول لك لا انا ما استلمتش يبقى عندك انت اثبات كدوكيمنت كنترول ان هو استلم الحاجه دي في الوقت الفلاني بالكيفيه الفلانيه، تمام. اولا اول حاجه احنا بنعملها الايميلز. الايميلز طريقه حلوه جدا، بروفيشنال جدا، وتبقى معرفه كل الاطراف ومتفقين كل الاطراف ان انت كده خلاص ان الحاجه دي اتسلمت في الوقت الفلاني بالكيفيه الفلانيه.
طيب في حاجات انا مش بسلمها بالايميل، بسلمها بهارد كوبي مثلا، حاجه زي اللاترز مثلا او كورسبوندنس. انا جالي كورسبوندنس ومش هبعت كل حاجه، هارد كوبي بتجيلي مثلا بالايميل، فمضطر ان انا اعمل ترانسميتال ديستريبيوشن ترانسميتال عشان يبتدي يمضي، كل واحد يستلم منه يمضي قدام السبميتال بتاعه ان هو استلمه، او قدام اللاتر بتاعه ان هو استلمه ديتد كذا، عشان بعد كده ما يحصلش المشكله اللي بتحصل عليه. طيب من ضمن الحاجات اللي بتحاول ان هي تحل لنا المشكله بتاعه الديستريبيوشن دي، ومن ضمن الديبيتس بتاعه الديستريبيوشن،